مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. صراحة أنا ما كنت أعمل هذا الفيديو، لكن قررت أنه أعمله لأنه صار في كتير كلام عن شغلتين. شغلة أنه الولايات المتحدة هل هي فعلا تعرف بموضوع الكورونا فيروس قبل سنة من حصول الكورونا فيروس، وهل بيل جيتس له علاقة بموضوع الكورونا فيروس أم هو محض الطبيعة والخيال؟ أنا طبعا ضد أي شغلة اسمها conspiracy theory أو نظرية المؤامرة، وإنه في ناس بتتآمر علينا. في ناس بتقدر تحضر، في ناس بتفكر في المستقبل، في ناس business people بفكروا 10 سنوات وعشرين سنة ومية سنة يمكن للمستقبل، لكن الإشي هذا مش سهل إنه نقوم بعملية إبادة جماعية للبشر ونحكي انه هذا مدبلج من شخص او شخصين او حكومة او حكومتين، لانه اذا انفضحوا وراح ينفضحوا قريقا اجلا ام عاجلا راح تبين هاي الشغلة. اللي وجدته انا وجدت دوكومنتس بدي اورجيكم اياهم من موقعهم الرسمي، واحد على موقع البيت الكونغرس الامريكي، واحد على موقع لبراءات الاختراع. خليكم شوفوا المفاجأة وانشروا هذا الفيديو اذا وجدتوا في إشي غريب. إذا عندكم أي تعليقات، عندكم أي اقتراحات، عندكم تكذيب للي أنا شايفه، احكولي في الكومنتس. ساعدوني أعرف الحقيقة، أنا وياكم حابين نوصل لها الحقيقة، وإن شاء الله بنوصل لها قريبا وبنتهي هذا الموضوع. خليكم شوفوا هذا الفيديو. طيب احنا هلأ بدنا نروح على الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي اللي هو congress.gov. congress.gov هذا هو الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي، أو المكان اللي بتصير فيه القوانين. بدي أحط في السيرش، وممكن أنتوا تروحوا تشوفوا نفس الإشي، H.R.748 هذا رقم القانون. هندخل عليه ونعمل سيرش، راح يطلع لنا أول واحد اللي هو القانون اللي حطه او السبونسر تبع القانون هذا، المكان اللي بدأ فيه، التاريخ اللي صار فيه قانون، يعني اشي بسيط. طيب شو اسم القانون هذا؟ كورونا فيروس ايد ريليف اند ايكونوميك سيكوريتي اكت اند كيرز اكت، اللي هو القانون عشان مساعدات اللي بسببها الكورونا فيروس، طريقة المساعدة والإيكونومي أو الاقتصاد. طبعا هذا زي ما انتم شايفين هون بيحكي عن COVID-19، صح؟ COVID-19، كورونا فيروس ديزيز 19، أوكي؟ الاوتبريك اللي صار، الجائحة اللي صارت، وشو بيسووا البابليك هيلث، اللوكال جوفرمنت شو لازم يسووا، والبزنسز، كل هذا عم بحكي عنه. اذا بدكم تقرأوا يعني في ديتيلز كتيرة في الموضوع، كيف ممكن يساعدوا الناس، قديش المساعدات راح تكون، كل هذا الحكي موجود. طبعا هون اشي رائع جميل، كلنا بنعرف انه كل الحكومات قامت بذلك، لكن لما بنروح على الاكشنز اللي هو زي ما انتم شايفينه هون، الاكشن هاي بتبين التواريخ اللي صارت فيها القانون هذا. القانون هذا صار قانون في 27 مارس 2020، ممتاز، وقعه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 27 مارس 2020، ممتاز، presented ورجوله للرئيس في 27 مارس 2020. المهم، لكن امتى بدأ اعطاء او اعطوا القانون عشان يبداوا يدرسوه او introduce to the house؟ في 24/1/2019. يا جماعه هذا التاريخ لازم نكبره، 24/1/2019. الفيروس تبع الكورونا اللي احنا بنعرفه هلا، في كورونا فيروس قبل هذا اكيد، بس مش كوفيد 19. كوفيد 19 بدا في ديسمبر 2019، الناس بدأت تحكي عنه، وأوفيشالي أعلن في 4/1/2020، يعني تقريبا قبل سنة من هذا التاريخ. قبل سنة يا جماعة، يعني كيف الحكومة الأمريكية طلعوا ب 17/7 passed
بثلاث ب 25 ثلاث باس، يعني ب 2019 كاين يحكوا عن ريليف للكورونا فيروس كوفيد 19 واحنا مش عارفين. طبعا انا مش مع موضوع المؤامرة، وانا زي ما حكيت لا اثبت بذلك، لكن انا صراحة صدمت لما شفت هذا القانون معلن عنه، ولما دخلت على الـ على الـ على يعني بتدخلوا على السمري فيري كلير كاتبين مش بس كورونا فيروس، كاتبين كوفيد 19. هل هو تم تغييره حديثا لكوفيد 19 وكان بس كورونا فيروس؟ هذا الموضوع بده بحث اكثر وبده تعمق. طبعا هون الكوميتيز اللي صارت، كل شيء ممكن تدخلوا على القانون، سهل جدا، اذا حدا عنده اي معلومات حطوها في الرابط تحت. طيب هذا الموقع الاول اللي انا صدمني. الموقع الثاني اللي هو موقع الباتن او موقع تسجيل الباتن، بسموه اي بي بروتوكولز باتن وايبو، هذا باتن سكوب، يعني بعطيك حقوق التسجيل للبراءات الاختراع. هذا الباتن اذا بتقدروا بس ادخل على الجوجل واعمل الباتن هذا W02020، هذا سند W02020060606. اللي سمع عن موضوع بيل جيتس وعن انه عم بحاول انه يسوي شريحه تحقن في تحت الجلد للعالم وسموها 666، انا كنت ادور من وين هذا. طبعا موضوع 666 اللي هو تبعون الشيطان وعبده الشيطان، ومعروفه اذا بتحط بالجوجل بس اي 666 راح تطلع لك عبدة الشيطان، يعني موضوع مش سكرت، بس حط 666. طيب 2020 اللي هو التاريخ اللي بدأ فيه هذا السيستم، سموه كريبتو كرنسي سيستم يوزنج بودي اكتيفيتي داتا. اوكي طبعا هون ديسكريبشن على الموضوع، بتقدر تقرأ اكثر. خلينا اورجيكم في الصفحة الاولى شو بيحكي. هذا التاريخ تبعه W02020660606، عشان هيك سموها الوحش. تاريخ البابليكيشن 26/3/2020، يعني لازم نكبر. اوكي انترناشونال فايلينج ديت، تاريخ اللي تقدمت فيه الشركه للحصول على براءه الاختراع، بشهر 6/20/6/2019. طيب هذا لحد الان حلو. هون رسم لك رسمه، مين اللي مقدم على براءة الاختراع؟ مين اللي مقدم؟ شركة مايكروسوفت. مين صاحب شركة مايكروسوفت؟ بيل جيتس. الموضوع صار بده تفكير. يعني انا مش من، برجع بحكي، انا مش مع موضوع ال 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 انه احنا في نظرية مؤامرة، لكن في شيء فيشي هون. طبعا هون بحكي لك شو هي براءة الاختراع، انه الجسم بحول بعض الذبذبات لكريبتو كرنسي، وهاي او عمله افتراضيه، وهاي العمله الافتراضيه بتكون داخل ديفايس موجود في الجسم، داخل جهاز موجود في الجسم. المهم ممكن تقراوا عنه كريبتو سيستم، لكن يعني الموضوع هاي هون كيف بتصير عمليه السنسرز واليوزر داتا. يعني أنا بحاول إني أورجيكم شو الشغلات اللي وصلت لها، بديش أخربطكم كتير، لأنه أنا عارف في ناس كتير عم بيحكوا لكم عن هذا الموضوع، لكن أنا بالصدفة لقيت الباتن هذا أو براءة الاختراع اللي بيحكوا عنها. بتمنى من الناس اللي سبيشالست يتواصلوا معاي، إذا بنقدر نعمل حلقة عن الموضوع، يقرأوا الدوكومنتس كامل ويفصلوه، خاصة تبعون التكنولوجيا، لأنه يمكن أكثر يكونوا علما منا. والسلام عليكم، يعطيكم العافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.